صدها والله ما يعتاب. بسم الله الرحمن الرحيم، سلام الله عليكم ورحمته تعالى وبركاته. متابعينا مشاهدينا في كل مكان، أحييكم أجمل تحية وأطيب ترحيب في هذا اليوم في منافسات يوم جديد، ومع إشراقة شمس يوم جديد تشرق الآمال والطموحات بحثا عن الفوز وعن الانتصارات في هذا المهرجان، مهرجان ولي العهد حفظه الله تعالى من كل سوء ومكروه. في هذا اليوم، في يوم الكبار، في يوم الحيل والزمول، حيث أعلنت انطلاقة شوط الزمول، وهو الشوط الرابع من تعداد أشواط هذا الصباح الذي يحمل الكثير والكثير من المنافسات والمفاجآت والقوة الحاضرة من الشعارات. مباشرة أتقدم مع المركز الأول، أتقدم مع أول المنطلقين، مرموق من يتقدم، مرموق من يتقدم مع هذا الشعار. حمد بن زيد بن علي الشراب من يقدم لنا مرموق مع المركز الأول. المركز الثاني، المركز الثاني وصل في شاهين، وصل شعار الشوط الرئيسي، محمد بن حماد أبو خرايط العامري من يقدم لنا شاهين، الذي قدم لنا في شوط الحيل إعلان وكان حاضرا بكل قوة في هذا اليوم. ها هو يأتي مع شاهين بحثا عن النقطة الثانية في هذا الصباح. المركز الثالث، أنتقل لأتابع المركز الثالث. هنالك الحاضر، هنالك الحاضر، نعم هلال من يتقدم، هلال مع المركز الثالث، وحمد بن غانم بن سلطان الهديفي الكواري من يقدم لنا، من يقدم لنا هلال، نعم مع المركز الثالث. المركز الرابع أرى وأتابع، هنالك من يحمل الرقم 23، نعم بشعارك يا عبد الله يا بن طالب يا بن محمد يا بن شريم يا المري، من يقدم لنا هم هذا الاسم الذي قادم بحثا عن المكان الذي يرغبه جميع المشاركين، وبالتأكيد المكان الذي يصنع الفرحة بالتأكيد يا بن شريم. المركز الخامس، هنالك مبلش وسالم بن زيد بن راشد بن نديلة المري من يقدم لنا مبلش مع المركز الخامس. هكذا هي الأسماء، هكذا هي النتيجة، هكذا هي الشعارات التي أعلناها على مسامعكم متابعينا مشاهدينا في كل مكان. يا من تتابعون هذه المنافسات عبر القنوات الناقلة لهذا الحدث عبر البث المباشر، أعود معكم مع المركز الأول، أعود لشعارك يا أبو خرايط يا العامري. من يقدم لنا شاهين؟ شاهين يتقدم، شاهين بعدما دعنا في المركز الثاني في النداء الماضي، ها هو يتسلل وليس فقط يتقدم بل يصنع فارق ما بينه وما بين بقية المراكز، يحاول أن يبتعد، يحاول أن يقوي حاجز الدفاع، يحاول أن يقوي متانة ورصانة هذا الحاجز ما بينه وما بين بقية المشاركين، الذي من شأنه أن يصعب المهمة على المشاركين في الأمطار القادمة، من شأنه أن يصعب من حيث المسافة ومن حيث الجهد المبذول الذي سوف يبذل من أجل اللحاق بالقمة مع شاهين. بوخرايط يتقدم ويسير نحو الانتصار. المركز الثاني، وصل هلال، وصل الهديفي الذي يستهدف الصدارة،
يستهدف القمة في هذا الشوط. يقدم لنا هلال حمد بن غانم بن سلطان الهدافي الكواري، يقدم لنا هلال الذي يأتي مع المركز الثاني وبدأ يقلل ويقرب فارق المسافة والثواني، بدأ يشكل هجوم هذا الشعار. المركز الثالث وصل وعر وعبد الله بن عبد الرحمن الشامري، من يقدم لنا وعر في هذا الشوط الصعب. والوعر نعم في طريقه وفي سلوكه من أجل بلوغ القمة، من أجل بلوغ قمة هذا الشوط، حيث تكمن الصعوبة في هذه الشعارات أن تتجاوزها مركزا تلو مركز. وصل هم مع المركز الرابع بحثا عن المكان الذي يزيل الهم، الذي يصنع الفرحة، الذي يصنع الفارق. نعم مع هذه الشعارات يتقدم من أجل صنع هذه الفرحة في هذا المهرجان الغالي. يا عبد الله، يا بن طالب، يا بن محمد، يا بن شريم، يا المري. والمركز الخامس هنالك الأسماء الواصلة، هنالك الأسماء المتقدمة، هنالك مبلش وسالم بن زيد بن راشد بن انديلة المري. هكذا هي النتيجة، ولكن وين العامري؟ وين روح بالمركز الأول؟ غادر بالانتصار، صنع هذا الفارق الكبير ما بينه وما بين أقرب المنافسين. يتقدم بخرايط، ينطلق مع شاهين. يا سلامي على شاهين وعلى أداء شاهين. يا محمد، يا بن حماد، يا أبو خرايط، يا العامري، انطلق بكل قوة. هذا الشعار الذي يحضر في هذا اليوم بكل قوة، أجل نعم من أجل هذا الانتصار. قدم أعلان في الشوط الرئيسي مع الحيل، وها هو يعلن حضور شاهين، حضور شعاره بكل قوة، ويثبت للجميع بأنه حاضر في هذا المهرجان بكل قوة. ووجود شعاره في هذا اليوم بالتحديد نعم يظهر بكل قوة، يقدم جميع إمكانياته، يقدم جميع السبل التي تقوده إلى الانتصارات، يقدم أقوى الأسماء، يقدمها في هذا اليوم، ويحضر ويتألق ويبدع ويمتع مع سن الكبار. يظهر الكبار في يوم الكبار، يظهر الكبار في يوم الكبار. والعصم غروزة في البطان، العصم غروزة في البطان، الكيلومتر الأخير. الله يا شاهين، الله يا أبو خرايط، يا العامري الذي رسم أهداف ويسير إليها على صفحات التاريخ، يتقدم فيها ويخطف الإنجازات ويسجل بصماته، يسجل بصماته في هذا المهرجان. سلامي عليك يا أبو خرايط، ذهب بالانتصار، ابتعد عن أقرب المنافسين. نعم هذا ما ذكرناه، هذا السيناريو الذي ذكرناه، ابتعد بالصدارة من أجل أن يصعب المهمة على بقية المنافسين في سباق مع الزمن. واقتربنا من الأمتار الأخيرة، اقتربنا من أمتار الحسم، 500 متر الأخيرة، وما زال شاهين مع المركز الأول، ما زال مع الانتصار، ما زال مع الصدارة رغم اقتراب الأسماء. بن زيتون وصل، بن زيتون وصل، بن زيتون اقترب مع شعاره، اقترب مع المتحد، المتحد وشاهين العامري والمهيري. وصل المجازف، وصل المجازف، هذا هو المجازف. لا
تأمنوا حتى آخر الأمتار، لا تأمن المجازف حتى آخر الأمتار. بن زيتون بن زيتون، الله يا شوط الزمول يا شوط الزمول، إنه الجنون الذي يفعله بن زيتون، إنه الجنون يا بن زيتون. سلامي عليك يا محمد يا بن عتيق يا بن زيتون يا المهيري. فيا بالفعل في آخر الأمتار خطف الانتصار وذهب بالسلام بن زيتون مع المتحد. المركز الثاني شاهين ومحمد بن حماد العامري الذي قدم أداء يشكر عليه. المركز الثالث وصل في المركز الثالث الفارس حمد بن محمد بن بشان عجمي. المركز الرابع، إذن مشاهدينا متابعينا الكرام بقية المراكز سوف نتعرف عليها في لحظات الإعادة وفي الإعادة إفادة. إذن متابعينا مشاهدينا في كل مكان، هكذا كان الجنون. نعم، عندما نتحدث عن الجنون مع بن زيتون حتى آخر الأمتار، نعم في اللحظات الأخيرة خطف السلام وذهب بالانتصار مع المتحد الذي كان يتحد ويتفق مع الإبداع. التوقيت الزمني 9:46 جزءا من الثاني. المركز الثاني شاهين محمد بن حماد أبو خرائط العامري 9:47 جزءا من الثاني. المركز الثالث حضري في الفارس حمد بن محمد بن بيشان العجمي 9:50 جزءا من الثاني. المركز الرابع حضر فيها ناصر هجن سعودي برونكس للمال قاسم بو ناصر. والمركز الخامس الذيب وعيد بن نجم بن سالم العطوي. اذا مشاهدينا متابعينا الكرام تهانينا والف الف مبروك للمجازف محمد بن عتيق بن محمد بن زيتون المهيري الذي قدم لنا المتحد الذي استطاع في اللحظات الأخيرة أن يخطف هذا الانتصار. تهانينا وألف مبروك. شوطنا القادم هو الشوط الخامس وبصوت الزميل المبدع هادي بن قاسم البلوي. من عليها تحتمي وتغار، تقول الله خلقنا سعى الغوارب من محارمها. وفوق مصيح لملم ابو تركي شتات الدار، سيفين العدل وبنخلة الانصاف واسمها. ابو تركي شتات الدار، سيفين العدل وبنخلة الانصاف واسمها. بعد ما كانت بجوج الجزيرة مرتعة الاخضار، ودم مرحمها ينزل على ساحة ملاحمها. يتم الشور فوق اشدادها لا كثرة الاشوار، على عصا النضال هيجنا وتلعب قوايمها. العرب ما هي على رب السما تذكر، يمر الوقت ما يقدر. نفيسة في منادمها، نفيسة في مغانمها. ولها عند العدو ونيسة في منادمها، نفيسة في مغانمها. تحن وصوتها في سام